بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني التجاري، أهلاً ومرحباً بكم في قناة الأستاذ للمواد التجارية. معاكم الأستاذ حسن برمو، كبير معلمين مواد تجارية بمدرسة إيدكو التجارية محافظة البحيرة، وموجه أول محاسبة سابقة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع مهم وحيوي في محاسبة الصف الثاني، اللي هو جرد المصروفات والإيرادات. جرد المصروفات والإيرادات، وده موضوع بيجل العديد من الطلبة والطالبات، علشان في 4 نقاط الطلبة أحيانا بيتلخبطوا فيهم، فإن شاء الله النهاردة هنوضحوهم، فتركزوا معانا. وورق الحصة دايما بنسيبوه في وصف الفيديو مع صورة السبورة، فعلى بركة الله. طيب، بنقول إيه بقى؟ محاسبة مالية الصف الثاني التجاري الترم الأول، الحصة الخامسة، جرد المصروفات والإيرادات. تمام؟ عشان نفهم جرد المصروفات والإيرادات، في عندنا مبدأ مهم جدا، ده اللي بيخلينا نشتغل صح، اسمه مبدأ الاستحقاق. مبدأ الاستحقاق ده بيقول إيه؟ في كلمتين: يتم تحميل الفترة المالية أو السنة المالية بما يخصها من مصروفات أو إيرادات بصرف النظر عن تحصيلها أو عدم تحصيلها، تمام؟ أو سدادها أو عدم سدادها. يعني تحصيلها؟ يعني إحنا لو لنا إيرادات سواء حصلناها كلها بالكامل أو حصلنا منها جزء ولنا جزء. طيب، وعلينا مصروفات، سواء سددنا المصروفات بالكامل او في مصروفات مستحقة ايه علينا، ده اسمه مبدأ الايه؟ الاستحقاق. يتم تحميل الفترة المالية او السنة المالية بما يخصها من مصروفات او ايرادات بصرف النظر عن عملية السداد او التحصيل. تمام؟ طب نشوف الكلام ده بيقول لي ايه. مبدأ الاستحقاق لتسوية المصروفات والإيرادات، بيقول لي المبدأ ده: يتم تحميل الفترة المالية اللي هي السنة المالية بما يخصها من مصروفات أو إيرادات بصرف النظر عن سداد المصروف أو تحصيل الإيراد. تمام؟ الإيرادة والإيرادات. طيب، من المبدأ ده أنا عايز نتكلم عن 4 حاجات: يعني إيه إيرادات مستحقة، ويعني إيه إيرادات محصلة مقدمة، ويعني إيه مصروفات مقدمة، ويعني إيه مصروفات مستحقة، ونفهمهم بالراحة خالص كده عشان نشوف تأثيرهم على قيمة الدخل وقيمة المركز المالي. طيب، نقول لي ألف: إيرادات مستحقة. إيرادات إيه مستحقة؟ عرف كلمة يعني ايه؟ يعني احنا اشتغلنا عند حد او لنا فلوس عند حد استحقت هذه السنة، ان حصلناها كلها بركة يا جامعة وحنوديها قيمة الدخل في جانب الايرادات، لكن حصلنا جزء ولسه لنا جزء، يبقى لنا ايرادات مستحقة. طب بالله عليكم، الايرادات المستحقة دي لو كنا حصلناها مش كنا حطيناها في الخزينة؟ تقول لي ايوه. طب والخزينة دي تبع ايه؟ تبع قيمة المركز المالي. تمام كده؟ قال لك بس احنا محصلناهاش. ايوه، هنحطها برضو في قيمة المركز المالي، تمام؟ في الاصول، بس حاجة اسمها ايه؟ ارصدة مدينة اخرى. يبقى ايرادات مستحقة هي ايرادات استحقت للمنشأة خلال هذه الفترة، غير انها لم تحصل بعد. لم تحصل ايه؟ بعد. يعني امشي معايا بس كلمة. هنفترض في ايراد عقار، ايراد عقار، احنا مأجرين عقار لواحد بناخد منه في السنة 15,000، المفروض ال 15,000 كلهم هناخدهم ونديهم قيمة الدخل ايرادات. السنة انتهت والراجل ما عطناش غير 12,000، غير كام؟ 12. يبقى لنا مستحق عنده كام؟ 3، مش كده؟ تقول لي كده كده ال 15 اللي يخصوا السنة كلها هيروحوا قيمة الدخل ايرادات. تمام. طب والثلاثة اللي لسه ما حصلناهمش مستحقين؟ ما انا بقول لك من شويه، بنقول لك افترض العكس، لو انت كنت حصلتهم
كنت حطتهم فين؟ هتقول لي كنت حطتهم في الخزينة. طب والخزينة دي تبع ايه؟ تبع قائمة المركز المالي. طيب أصول ولا خصوم؟ تقول لي أصول. هنستبدلها بحاجة اسمها أرصدة مدينة أخرى. يبقى إيرادات مستحقة هي إيرادات استحقت للمنشأة خلال هذه الفترة غير أنها لم تحصل بعد. طب هتروح فين الإيرادات المستحقة؟ ركز معايا، هتروح قائمة مركز مالي أصول أرصدة مدينة أخرى. جميل جدا، دي فلوسنا اللي لنا عند الناس برة. طب بالله عليك لو إحنا أخدين من الناس فلوس عن فترة لسه مقبلة، أخدين منهم فلوس مقدم لسه ما قدمناش بيها خدمات ولا أي حاجة لهم، تقول لي اللي يخص السنة هنوديه إيرادات في قائمة الدخل. طب واللي محصلينه منهم مقدم، تقول لي ده التزام علينا، دين في رقبتنا لحد ما نوفي قيمته للناس، وطالما هو التزام أو دين علينا تقول لي برضو هيروح قائمة المركز المالي. تمام، بس جانب الايه؟ الخصوم. تمام كده، تحت بند ايه؟ ارصده دائنه اخرى. يبقى بيه ايرادات مقدمه اسمها كده، او ايرادات محصله ايه؟ مقدمه. هي ايرادات تم تحصيلها خلال الفتره غير انها تخص فترات مقبله. تخص ايه؟ فترات مقبله. دي هتروح فين؟ قائمة مركز مالي جانب الايه؟ الخصوم، ارصدة دائنة ايه؟ اخرى. تمام كده، يبقى كده خلصنا من الايرادات. الايرادات المستحقة قائمة مركز مالي اصول ارصدة مدينة اخرى. الايرادات المقدمة او المحصلة مقدمة. تمام كده معايا. طيب قائمة مركز مالي خصوم ارصدة دائنة اخرى. وفي جميع الاحوال يتم تحميل السنة، يعني يتم تحميل قائمة الدخل بما يخصها من إيرادات سنوية في جانب الإيرادات. جميل، خلصنا الإيرادات، ندخل في المصروفات. عندي جيم مصروفات مقدمة، وساعات يقول لك مصروفات مدفوعة مقدمة، يعني احنا فلوس دفعناها السنة دي مقدم، ماشي، تخص لسه سنوات جاية، فترات جاية. تقول لي أول حاجة أستاذ حسن افصل لي اللي يخص السنة. اللي يخص السنة المصروف هنوديه قيمة الدخل مصروفات. طيب والمصروفات المقدمة زي احنا مثلا ممكن نكون دافعين إيجار مقدم، إعلان مقدم، أدوات كتابية باقية، دي لسه هتستفيد بيها فترات جاية. أسألك السؤال بقى الجميل، نقول لك لو كانت الفلوس دي أنت ما دفعتهاش مجدد، لما كنتش سددتها مقدم، كان مكانها الطبيعي فين؟ تقول لي في الخزينة. نقول لك جميل، والخزينة دي تبع ايه؟ تقول لي تبع قائمة المركز المالي أصول. نقول لك يبقى المصروفات المقدمة أو المصروفات المدفوعة مقدما هتروح قائمة مركز مالي أصول، بس في حاجة اسمها ايه؟ أرصدة مدينة أخرى. جيم مصروفات مقدمة، هي مصروفات تم سدادها خلال هذه الفترة غير أنها تخص فترات ايه؟ مقبلة، يعني المنشئة هتستفيد بها لسه ايه؟ فترات قادمة او سنوات قادمة. خلاص، يعني فلوسنا وبره، فلوسنا دفعينها بره، يبقى تتحط في قائمة مركز مالي اصول ارصدة مدينة ايه؟ اخرى. اختها بقى العكسية، دال مصروفات مستحقة. يعني ايه مصروفات مستحقة؟ انا اقول لك حاجة، انا عندي عمال شغالين بنديهم في الشهر، في الشهر بنديهم مثلا 5000 جنيه، كل شهر العمال بياخدوا 5000 جنيه، بفرض نقول لك طيب بياخدوا في السنه قد ايه؟ تقول لي في السنه يبقى 5000 في 12 شهر ب 60000. جميل، لو اخذوا 60000 بالظبط يبقى لا في مستحق ولا في مقدم، ماشي حبيبي؟ جميل، لكن السنه انتهت والعمال دول ما خدوش غير 55000 جنيه، هما بيستحقوا لهم في السنه 60، ال 60 دول هيروحوا قائمه الدخل في المصروفات 60000، لكن السنه انتهت وخلصت وما قبضوش، ما استلموش الا 55000، يبقى هما لهم مستحق عند المنشاه مش كده كام؟ 5000 جنيه، يعني لهم في ذمه المنشاه، لهم دين عند المنشاه
تمام بكام؟ 5000 جنيه اللي احنا نسميها ايه؟ اجور مستحقه. تقول لي هتروح قائمه مركز مالي خصوم ارصده ايه؟ دائنه اخرى. يبقى المصروفات المستحقه هي مصروفات استحقت عن هذا العام، استحقت على المنشاه عن هذا العام غير انها لم تدفع بعد. زي ما اقول لك انا اهو، زي ما قلت لك ايه؟ ايجار مستحق وجور مستحقه كلها ديون على المنشاه، التزامات على المنشاه في رقبتها، واللي في رقبتها يبقى في الخصوم. يبقى قائمه مركز مالي خصوم ارصده دائنه ايه؟ اخرى. تمام؟ ادي الاربعه اهو شرحناهم كويس قوي. وفي جميع الاحوال يتم تحميل السنه بما يخصها، تحمل السنه بما يخصها من مصروفات سواء تم سدادها او لم تسدد. وتوضع فين بقى؟ وتوضع في قائمه الدخل مصروفات. جميل. وكذا تحميل السنه بما يخصها من ايرادات سواء تم تحصيلها او لم تحصل. طب وتوضع فين؟ في قائمه الدخل ايرادات. وتوضع في قائمة الدخل إيرادات. الخلاصة بتاعت الأربع حاجات دولي أهي الخلاصة. بص نمرة واحد، المصروفات المقدمة، الفلوس اللي احنا دافعينها مقدمة لسه هنستفيد بيها فترات مقبلة، أو الإيرادات المستحقة لنا، فلوسنا اللي استحقت هذه السنة بس السنة خلصت لسه ما خدناهاش، يبقى يا اما دافعين فلوس مقدمة يا لنا فلوس مستحقه عند الغير. الاثنين دول فلوسنا هيتحطوا في قائمه مركز مالي اصول ارصده مدينه اخرى. طب اثنين عكسهم بقى، اثنين عكسهم، المصروفات المستحقه، المستحقه علينا على المنشاه حقوق الناس، الناس لهم حق عندنا، مصروفات مقدمه زي ما قلت لك ممكن يكون ايه مستحقه، مصروفات مستحقه، مصروفات مستحقة، أجور مستحقة، إيجار مستحق، إعلان مستحق، أي مصروف مستحق على المنشأة. تمام؟ وأيضا الإيرادات المقدمة أو الإيرادات المحصلة مقدما، الفلوس اللي احنا اخدناها من الناس مقدم ولسه ما اديناش بيها خدمة لهم. الاتنين دولي دي فلوس علينا على المنشأة للغير، يبقى يروح قائمة مركز مالي خصوم أرصدة دائنة أخرى. والقاعدة اللي جاية دي قاعدة جميلة وحلوة وهامة وخطيرة. القاعدة الهامة دي تحفظها زي اسمك، المستحقات تجمع والمقدمات تطرح في لفظ واحد. يعني يا أستاذ حسن المستحقات تجمع والمقدمات تطرح؟ أقول لك أنا، كاتب لي إيه في التمرين؟ أجور 24,000 جنيه، تمام؟ دي معناها الأجور اللي اندفعت بالفعل. وراح كاتب له قدام إيه؟ المستحقات أجور 6,000 جنيه. يعني إحنا دفعنا أجور 24 ولسه مستحق علينا كمان ستة. تقول لي أول حاجة نجمع الـ 24 زائد الستة يبقى 30,000. الأجور دي اللي تخص السنة بالكامل. تروح فين؟ قيمة دخل مصروفات. جميل. طيب والستة المستحقين علينا في رقبتنا، تقول لي قيمة مركز مالي خصوم أرصدة دائنة أخرى باسم إيه؟ باسم أجور مستحقة. أدي معناها المستحقات تجمع. قيس بقى أي حاجة تانية. قول لي مثلا عندي إيه؟ كوبونات أوراق مالية 8,000. ماشي؟ قال لك ايه؟ ممكن يقول لك ايه؟ كوبونات اوراق ماليه مستحقه، ما هي مستحقه يعني مستحقات تجمعهم مع بعض. او يقول لك كوبونات اوراق ماليه 8,000 جنبها كده المستحقات 3,000 جنيه. يبقى 8، احنا حصلنا 8 ولنا كمان 3 يبقوا 11. دي ايراد الاوراق الماليه وكوبونات الاوراق الماليه اللي تخص السنه كلها. هتروح قائمه دخل ايرادات. طب والثلاثة المستحقين بتوعنا ملكنا، تقول لي قائمة مركز مالي أصول أرصدة مدينة أخرى. آدي المستحقين مستحقات. طب المقدمات تطرح. يعني إيه مقدمات تطرح؟ شوف من شوية كنت بقول الأجور كام؟ 24. لا قول الأجور المرة دي، قول الأجور مثلا
35,000. الأجور كم؟ اللي اندفعت بالفعل 35,000. فيها بقى أجور مقدمة، إحنا دفعنا مقدم عن فترة لسه جاية 5,000 جنيه. تقول لي اطرحها، أدي معنى المقدمات تطرح. يبقى الأجور 35,000، مش كده؟ جميل جدا. طيب ناقص كام؟ 5,000. يبقى الأجور اللي تخص السنة 30,000 جنيه. دي بتروح فين؟ قيمة دخل مصروفة. طيب والخمسة بقول المقدم اللي هو الأجور المقدمة اللي احنا دفعناها، فلوسنا اللي بره. تقول لي طالما فلوسنا يبقى ملكنا، وملكنا يبقى أصول أرصدة مدينة أخرى. يبقى عرف لي الكلمتين دولي. يلا بينا، قاعدة هامة، المستحقات تجمع والمقدمات ايه؟ تطرح. هنشوف دلوقتي تمرين نطبق عليه الكلام ده مرة على جرد المصروفات، تمرين مستقل، ومرة تمرين على جرد الإيرادات مستقل، عشان نقدروا نفهموا الجزئيتين دولي بوضوح. يلا بينا. طيب تمرين على المصروفات، ماشي؟ بيقول لي ظهرت الأرصدة الآتية في ميزان مراجعة أحمد سلامة. ميزان مراجعة مبسط كده، 26,000 جنيه إيجار، 66,000 مرتبات، 600 أدوات كتابية ومطبوعات، 40,000 إعلان. أول حاجة بص أقولها لك كده قبل ما تقول أي حاجة، جميع هذه المصروفات دي المبالغ اللي تم دفعها بالفعل، اللي اندفع خلاص لحد نهاية السنة. كونها بقى تخص السنة بالظبط ولا فيها مقدم ولا مستحق، أهو دي اللي أنا بنعمله إيه؟ تسوية. شوف كلمة تسوية يعني إيه؟ تسوية. يعني دلوقتي أنا لسه ما أعرفش 26,000 جنيه إيجار دولي، هل هم فعلا بتوع 12 شهر ولا أقل ولا أكتر؟ إيه اللي بيبين لي؟ المعلومات الجردية. تمام، يبقى بقول لي وعند الجرد تبين الآتي. الإيجار الشهري كام؟ امشي معايا بالله عليك واحدة واحدة. الإيجار الشهري كام؟ 2000 جنيه بس. يعني احنا بندفع ايجار في الشهر 2000 جنيه؟ تقول لي ايوه. نقول لك طب لو عايز نجيب الايجار السنوي، ايجار سنه كامله، هتقول لي نضرب 2000 في 12 شهر. حلو، 2000 في 12 شهر ب 24,000 جنيه. ده الايجار الايه؟ السنوي اللي يخص سنه كامله. هنبدو نوديه قيمه الدخل مصروف، جميل. نرفع عيني لفوق، بس انا دافع 26,000 جنيه. ايوه، يبقى ال 26 دولي فيهم 2000 جنيه ايجار ايه؟ مقدم. يبقى انا دافع اكني دافع ايجار شهر من السنه الجديده. ما هي السنه يلزم 24,000 جنيه اللي هو 2000 في 12، لكن انا دافع كام؟ 26. يبقى فيهم 2000 جنيه ايجار مقدم. تقول لي اعزلهم طلعهم بره كده، ماشي كده؟ طيب ما احنا قلنا المقدمات تطرح. يبقى نقول له الايجار المقدم، انا لسه هقول الكلام اهو، بتساوي 26 ناقص 24 يبقى 2000 جنيه. اسمه ايه؟ ايجار مقدم. يعني فلوسنا، ايوه فلوسنا، دفعنا مقدم، ايوه. يبقى روح فين بقى؟ تقول لي قيمه مركز مالي اصول ارصده مدينه اخرى. 100 100. كمل. الايجار الشهري كام؟ 2000 جنيه. او يجيبها لي بلاش دي، يقول لي مقدمات ايجار كام؟ 2000 جنيه. تعال نحلها لو كانت كده ونحلها لو كانت كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحل اهو، هو تحت عايز ايه؟ عايز عمل التسويات الجردية اللازمة وبيان اثر ذلك على قيمة الدخل وقيمة المركز الايه؟ المالي. نقول له تعالى واحدة واحدة. الحل، التسويات الجردية. واحد، الايجار السنوي. انا بناخد من لفظك وبنتكلم، انت بتقولي في الشهر كام؟ 2000. يبقى الايجار السنوي 2000 في 12 شهر ب 24,000 جنيه. يروحوا فين؟ يروحوا قيمه دخل مصروفات. قيمه ايه؟ دخل مصروفات. طب بالله عليك انقل معايا هنا كده، ادي قيمه دخل. سيبك من شويه دول دلوقتي، سيبك من نوع. انا المصروفات اهي، اهي المصروفات اهي، كاتب كام؟ 24,000 جنيه ايجار. ايوه، ده المصروف اللي يخص الايه؟ السنه، وفقا لمبدا الايه؟ الاستحقاق. تمام كده، اللي هو يتم تحميل الفتره الماليه بما يخصها من المصروفات او ايرادات. يبقى انا كده حملت السنه
ب 24000 جنيه ايجار. جميل، حلو قوي. كمل بقى. الايجار المقدم، انت بتقول المقدمات تطرح. ايوه، او لو قال لي بقى مقدمات ايجار 2000 جنيه يبقى 26000 ناقص 24000 بتساوي كام؟ 2000 جنيه. اسمه ايه ده؟ ايجار مقدم. يبقى 2000 جنيه ايجار مقدم هيروح ايه؟ قيمه مركز مالي اصول أرصدة مدينة أخرى. مركز مالي أصول أرصدة مدينة أخرى. طب انقل معايا هنا، أدي قيمة المركز المالي أهي، أهي أدي الأصول أهي، أرصدة مدينة إيه أخرى، حطيت 2000 جنيه إيجار مقدم. يبقى أنا عملت التسوية ورحلتها على طول على قيمة الدخل أو المركز المالي أو القيمتين حسب تأثيرها. عشان كده بقول في المطلوب ايه؟ بيان اثر ذلك على قائمة الدخل وقائمة المركز الايه؟ المالي. خلصنا واحد؟ تمام. اطلع فوق معايا اتنين. المرتبات الشهرية زي ما كان بقول لي الايجار الشهري. المرتبات الشهرية كام؟ 6000 جنيه. اقول له ماشي، زي ما عملت في الايجار، هات لي المرتبات السنوية. تقول لي 6000 في 12 شهر ب 72000 جنيه. دي المرتبات السنوية؟ ايوه. تمام كده؟ ديت هنحملها السنة بما يخصها، يبقى نوديها فين؟ تقول لي قيمة الدخل مصروفات. جميل جدا. ونروح رافع عيني فوق. يبقى أنت دلوقتي قلت لي إيه؟ الشهرية 6000، ضربت 6 في 12 ها؟ ب 72000، هتروح قيمة إيه؟ دخل مصروفات. بس فوق يا أستاذ حسن مكتوب 66000 إيه؟ مرتبات. يعني المرتبات بتاعة الموظفين ما خدوهاش كلها. ده لهم مستحق عندنا 6000. تقول لي طب عرفتها منين؟ هقول لك ال 72000 ناقص 66 يبقى لهم مرتب شهر. لسه لهم 6000 جنيه عندنا، عندنا في ذمتنا، في رقبتنا، دين علينا. يبقى دي اسمها ايه بقى؟ مرتبات مستحقه. ايوه، قيمه مركز مالي خصوم ارصده دائنه اخرى. جميله قوي. يجيبها لك بطريقه اجمل من كده. او ممكن كان اقول لك ايه؟ مرتب شهر ديسمبر لم يدفع بعد. مرتب شهر ديسمبر؟ طب ديسمبر ده شهر كام؟ 12، يعني اخر شهر في السنه. ما اندفعش؟ لا ما اندفعش. طب هو قد ايه؟ ما انت ما قلتليش قد ايه عشان نعرف المستحق عليه قد ايه. يقول لك طب بالراحه بس كده عليا، يعني شهر 12 ما اندفعش؟ اقول لك ايوه. يبقى دفعت كام شهر للعمال؟ تقول لي ب 11. حلو، يبقى الفلوس دي بتاعت 11 شهر. يبقى الفلوس دي بتاعت 11 شهر. ايوه، يبقى انا عايز اجيب مرتب الشهر. هنقسم 66000 على 11، يديني المرتب الشهري كام؟ 6000 جنيه. جميل. نرجع نقول له تعالى بقى هات لي المرتبات السنويه بتساوي ال 66000 اللي هم مرتب 11 شهر زائد ال 6000 اللي هو مرتب شهر كام ديسمبر، هتديني 72000. ال 72 هنوديها قيمة دخل ماشي مصروفات، بس احنا علينا 6000 جنيه. ايوه، هنوديها قيمة مركز مالي خصوم ارصدة دائنة اخرى باسم ايه؟ مرتبات مستحقة. كمل معايا. شفناها مرة لو اسمها المرتبات الشهرية، وشفناها لو قال لي مرتب شهر ديسمبر لم يدفع بعد. تمام؟ اللي هي نفسها او مستحقات اهي، ها؟ مستحقات كام؟ مرتبات 6000 جنيه. يبقى في مرتبات مستحقات، يعني مستحق على المنشأة، وانت قايل لنا المستحقات ايه؟ تجمع. كنت هنجمع 66 زائد ال 6 دي يبقى 72000، تروح قائمة دخل مصروفات. نرجع نقول له مرتبات مستحقة 6000 جنيه، قائمة مركز مالي خصوم أرصدة دائنة أخرى. تعال نشوف الحل. حبيبي معايا، المرتبات السنوية بتساوي، انت بتقول الشهرية اي، بتساوي 6000 في 12 شهر ب 72000 جنيه، دي تروح قيمة دخل مصروفات. قيمة ايه؟ دخل مصروفات. يا سيدي، ادي قيمة الدخل في المصروفات 72000 جنيه مرتبات. عملت التسوية رحلتها على طول. تمام؟ جميل. قيمة دخل مصروفات. او نقول له بقى ده لو جاب لي بقى، لو جاب لي كلمة ايه؟ مرتب شهر ديسمبر لم يدفع بعد. يبقى نقول له او المرتب الشهري بتساوي 66000 جنيه، الفلوس اللي اندفعت بالفعل بس على 11 شهر.
طيب المرتب الشهري كام؟ 6000 جنيه. وحيث أن مرتب شهر ديسمبر لم يدفع بعد فيعتبر مستحق، والمستحقات إيه؟ تجمع. يبقى كنت هنجيب له المرتبات السنوية تساوي 66000 زائد 6000 بتساوي 72000. دي قيمة دخل إيه؟ مصروفات. أه هي دي هي دي، بس دي بتاعت الحالة الأولى لو جبها لي لحد كده بس. طب لو الحالة الثانية زيها أختها إيه؟ ونرجع نقول له إيه؟ نقول له إيه؟ ها المرتبات المستحقة ماشي؟ اللي هو مرتب شهر إيه؟ ديسمبر، اللي اسمها مصروفات إيه؟ مستحقة، كام؟ 6000 جنيه. تروح فين؟ قيمة مركز مالي خصوم أرصدة دائنة أخرى. قيمة إيه؟ مركز مالي، أه قيمة المركز المالي خصوم أرصدة دائنة أخرى. مرتبات مستحقة 6000 جنيه. جميل؟ طيب نشوف النقطة الثالثة، وقدرت المطبوعات والأدوات الكتابية الباقية. عارف مطبوعات وأدوات كتابية باقية يعني إيه؟ الأقلام والمساطر والورق، رزم الورق والكربون ماشي، والدباسة والحاجات دي، حاجات اسمها أدوات كتابية ومطبوعات. قدرت المطبوعات والأدوات الكتابية الباقية 100 جنيه، يعني السنة خلصت وتبقى عندنا أدوات كتابية ومطبوعات ب 100 جنيه. طب هم كان أصلاً كام؟ أيوه دول كانوا 600، كان في 600 جنيه اندفعوا أدوات كتابية وإيه؟ مطبوعات. اللي تم استخدامهم في السنة كلهم 500. تقول لي طب أنت عرفت منين 500؟ أنا أقول لك ما بقول لك متبقي ب 100 إيه؟ أه يعني 600 ناقص 100 يبقى 500. والله بيجيبها لك بشكل تاني، ممكن اقول لك او الادوات الكتابيه والمطبوعات التي تم استخدامها. اه استخدمنا 500، يبقى اللي استخدمناه ويخص السنه ده هيروح قيمه دخل مصروفات. جميل. طب والادوات الكتابيه الباقيه اللي لسه باقيه عندنا هنستفيد بيها السنه اللي جايه؟ تمام، دي مصروف بتاعنا حقنا مش كده؟ هتقول لي قيمه مركز مالي اصول ارصده مدينه اخرى. يبقى نولع تاني، بيقول لي بقى قدرت المطبوعات والادوات الكتابيه الباقيه 100 جنيه، كده كده الباقيه دي هتروح قيمه مركز مالي اصول ارصده مدينه اخرى. طب انا عايز بقى اللي تخص السنه اللي تم استخدامها في السنه، قول لي يا سيدي 600 ناقص 100 يبقى 500. طب ال 500 دي استخدمناها؟ ايوه استخدمناها، هتروح فين؟ قيمه دخل مصروفات. طيب تعال نشوف الحل. الادوات الكتابيه والمطبوعات الخاصه بالسنه اهي بتساوي 600 ناقص ال 100 الباقيه يبقى 500. قيمه الدخل ايه؟ مصروفات. اهي يا سيدي، مش دي قيمه الدخل؟ مش دي مصروفات؟ ادوات كتابيه ومطبوعات 500 ماشي. طيب انت دول مقدمات ايه؟ تطرح، ما هو كاتب لي كده اهو مش كده؟ ما هو دول ايه؟ يعني لو في مثلا مقدمات بقول لك اول ادوات كتابيه والمطبوعات اللي تم استخدامها كذا ماشي كده؟ جميل جدا. يبقى في أدوات كتابية ومطبوعات باقية بتساوي كام؟ 100. قيمة مركز مالي أصول أرصدة مدينة أخرى، أدي قيمة مركز مالي أصول أرصدة مدينة أخرى، أدوات كتابية باقية 100 جنيه. جميل. نيجي لآخر نقطة هنا أربعة، الإعلان. الإعلان عندي هنا كام؟ 40000 جنيه. معنى ذلك ان المنشأة دفع اعلان 40000 جنيه. طب يا ترى ال 40000 دول دفعاهم عن السنة دي ولا عن سنتين ولا عن ثلاثة ولا أربعة؟ هيقول لي في التمرين. خلاص نجيب اللي يخص السنة نوديه قيمة دخل مصروف. طب والمقدمة هتقول لي مركز مالي أصول أرصدة مدينة أخرى. تمام. يبقى الإعلان عبارة عن حملة إعلانية لمدة سنتين. الله، يبقى ال 40000 جنيه دول مدفوعين عن سنتين. تمام. واحيانا اقول لك ايه، وساعات اقول لك ايه، عن حمله اعلانيه لمده سنتين بدات في اول يناير اهو، مظبوط، اعتبرها من 1/1/2000 وكام؟ 15. يبقى انا عايز اعلان اللي يخص السنه دي بالكامل والباقي باعلان ايه؟ مقدم. قول لي يا عم بالفلاحي كده، ال 40000 بتوع سنتين هنقسمهم على الاثنين، يبقى السنه ب 20000. 20000 بتوع السنه دي هيروحوا قيمة دخل مصروفات. طب والعشرين المقدم اللي بتوع السنة اللي جاية تقول لي قيمة مركز مالي أصول أرصدة مدينة أخرى. يبقى الإعلان عبارة عن حملة إعلانية لمدة سنتين اعتبارا من 1/1/2015. أو كان يقول لي إيه؟
أو المقدمات أعلان 20,000 جنيه، يعني إعلان مقدم 20,000 جنيه. تعال كده نشوف الحل. أربعة، الإعلان الخاص بالسنة 40,000 على 2 اللي هم السنتين يبقى 20,000. الخاص بالسنة اهو هيروح قيمة دخل مصروفات، يبقى قيمة دخل مصروفات اهي إعلان كام؟ 20,000 جنيه. طب والإعلان المقدم؟ أو لو قال لي مقدمات نعمل فيها إيه؟ تطرح الإعلان المقدم بتساوي 40,000 جنيه ناقص 20,000 جنيه بتساوي 20,000 جنيه. يروح فين؟ قيمة مركز مالي أصول أرصدة مدينة إيه؟ أخرى. قيمة مركز مالي أصول أرصدة مدينة أخرى، مش كده؟ ماشي حبيبي؟ إعلان مقدم 20,000 جنيه أهو. أهو. تمام الكلام؟ جميل جدا. يبقى ده تمرين عملنا التسويات الجردية وبيان أثر ذلك على قيمة الدخل وقيمة المركز الإيه؟ المالي. أمال اللي أنت عامله فوق يا أستاذ حسن؟ دي بداية قيمة الدخل. بداية إيه؟ قيمة الدخل. إحنا بنحط أول حاجة صافي المبيعات، فبنفترض إن صافي المبيعات اللي هي المعادلة الأولى، ها فاكرين؟ إيه اللي هي المبيعات ناقص بناتها التلاتة. المبيعات ناقص إيه؟ مردودات المبيعات، مسموحات المبيعات، خصم عن المبيعات. هنفترض صافي المبيعات 50,000، وجبت تكلفة المبيعات ناقص تكلفة المبيعات 30,000 جنيه، هيديني 20,000 جنيه مجمل الايه؟ الربح. بنقول له ناقص المصروفات. ولما نيجي دلوقتي هنتكلم في الايرادات هنقول له زائد الايرادات. هي دي قيمة الدخل، ادي قيمة المركز المالي، ادي الاصول، مش كده؟ لو عندي اصول ثابتة بنحطها الاول فوق، الاصول الثابتة ناقص مجمع الهلاك. بعد كده ايه؟ اصول متداولة، ماشي، مخزون اخر الفترة واوراق قبض ومخصصاتها وكده. بعد كده ارصدة مدينة ايه؟ اخرى، مش حبايبي؟ ارصدة مدينة ايه؟ اخرى. ادي ايجار مقدم، اعلان مقدم، ادوات كتابية باقية. لما ندخل بقى في قيمة حقوق الملكية والخصوم، في الخصوم هنقول ارصدة دائنة اخرى. ادي مرتبات مستحقة كام؟ 6,000 جنيه. ده تمرين على ايه؟ على المصروفات، وشرحناه ماشي كده، وشوفنا ببيان اثر ذلك على قيمة الدخل والمركز المالي. ناخد تمرين بقى تاني دلوقتي على الايرادات، نشرحوه ونوضحوه، خلاص يبقى الموضوع انتهى بالكامل. تمرين على الايرادات، ظهرت الارصدة الاتية في ميزان مراجعة فؤاد في 31/12/2019. ايرادات، عندي 26,000 جنيه ايراد عقار. احنا محصلين ايراد عقار من الناس 26,000 جنيه. هل هو بتاع السنة بالظبط ولا في مقدم ولا في مستحق؟ اللي بيعرف لي المعلومات الجردية. 8,000 جنيه ايراد اوراق مالية، نفس الكلام. 8,000 اللي حصلناه، هل هم بتوع السنة بالظبط ولا فيهم مقدم ولا مستحق؟ هنشوف. كذلك 15,000 جنيه ايراد تأجير مخازن للغير، مأجرين مخازن للغير، أخدين منهم 15,000 جنيه. قال لي وعند الجرد تبين الآتي: واحد، ها، هناك إيراد عقار محصل عن شهر يناير 2020. الله، ده احنا لسه في سنة 2019، دي الأرصدة دي ظهرت في آخر يوم في سنة 2019. قال لي أيوة، الستة وعشرين ألف دولي فيهم ايراد عقار محصل عن شهر يناير بتاع السنه اللي جايه. تقول لي يعني دول بتوع 13 شهر؟ اقول لك ايوه. طب عرفت منين 13 شهر؟ ما هو سنه 2019 12 شهر، وداخل معاهم كمان مرات ايه؟ ايراد عقار شهر يناير 2020 السنه الجديده. يبقى شهر زاد 12 يبقى 13. يبقى لو انا عايز نجيب الايراد الشهري هتقول لي 26,000 اهو على 13 شهر، يبقى الشهر بكام؟ ب 2000. شهر بكام يا حبيبي؟ 2000، لان انا عايز نفصل ايراد العقار اللي يخص السنه. يبقى تقول لي 26 ناقص 2000 يبقى 24. ده ايراد العقار اللي يخص السنه بتاعه 12 شهر. هنوديه فين؟ قيمه دخل ايرادات. طب وال 2000 اللي احنا اخدينهم من الناس مجددا؟ تقول لي ده دين علينا، التزام علينا. ده هيروح قيمه مركز مالي خصوم أرصدة دائنة أخرى. يلا معايا كده. هناك إيراد عقار محصل عن شهر يناير 2020 مقدمة، أو يجيبها إزاي؟ أو يجيبها يقول إيه؟ إيراد العقار الشهري 2000. نقول له كتر خيرك، أنت أعطيني الشهري 2000، هنضرب 2000 في 12 ب 24، هنوديهم قيمة الدخل إيرادات.
طب والألفين اللي هم عن شهر يناير أو الألفين المقدم قيمة مركز مالي خصوم أرصدة دائنة أخرى، أو يقول لي إيه المقدمات، ممكن يقول المقدمات إيراد عقار مقدم كام 2000 جنيه، وإحنا بنقول المقدمات إيه تطرح، يبقى 26 ناقص 2000 يدينا 24000، ده إيراد عقار يروح قيمة دخل إيرادات، ده اللي يخص السنة. طب والألفين دولي هنقول إيراد عقار مقدم قيمة مركز مالي خصوم أرصدة دائنة أخرى. شوف الحل كده، الحل التسويات الجردية، إيراد العقار الشهري 26000 جنيه على 13 شهر، فهمت ال 13 شهر جم منين؟ ال 12 شهر بتوع سنة 2019 ومعاهم شهر يناير بتاع سنة 2020، أصبح 13 شهر، يبقى 26 على 13 يبقى 2000 جنيه. طيب أنا عايز اللي يخص السنة، يبقى إيراد العقار السنوي 2000 في 12 شهر ب 24، ده هيروح قيمة دخل إيرادات. تعالى يا سيدي، طيب أدي قيمة الدخل تمام كده ماشي، تعال بص في الإيرادات، إيراد عقار كام؟ 24000 جنيه، إيراد عقار 24000 جنيه تمام. طيب بص بقى، احنا قلنا ايراد العقار السنوي اهو 24000 جنيه قيمه دخل ايرادات اهو، جم هنا بعد كده ايراد عقار محصل مقدما، ايراد عقار محصل ايه مقدما، ايراد عقار محصل مقدما اللي هي المقدمات مالها تطرح، يبقى 26000 ناقص 24 بتساوي 2000، يروح فين بقى؟ يروح قيمه مركز مالي خصوم ارصده دائنه اخرى. ادي قيمه مركز مالي تحت خصومة اهي أرصدة دائنة أخرى، إيراد عقار محصل مقدما 2000 جنيه تمام كده. طيب دي النمرة إيه؟ واحد. تعال نشوف نمرة اتنين، هناك إيراد أوراق مالية لم تحصل بعد قيمتها 3000 جنيه، إيراد إيه؟ أوراق مالية لم تحصل بعد، يعني فلوس لسه ليلة بره. أيوة، طب إحنا عندنا هنا كام؟ أدي 8000 إيراد أوراق مالية، ولنا مستحق بره كمان كام؟ 3، يبقى ايراد اوراق ماليه كله كام؟ 11 اهو. بص اثنين، ايراد اوراق ماليه خاصه بالسنه ماشي، انت بتقول المستحقات تجمع، ايوه، يبقى 8000 زائد 3000 11000، هيروحوا فين ال 11؟ قيمه الدخل ايرادات، قيمه الدخل ايه؟ ايرادات. ادي قيمه الدخل ايرادات، ايراد اوراق ماليه 11000، ده لو قالها لي كده اللي هو ايراد اوراق ماليه لم تحصل بعد قيمه 3000، او ممكن نقول يعني كده ايراد اوراق ماليه مستحق 3000، اهي من المستحقات تجمع، او يقول لي بصراحه كده المستحقات ايراد اوراق ماليه 3000، في كل الاحوال المستحقات ايه؟ تجمع تمام. يبقى ادينا الايراد الاوراق الماليه اللي يخص السنه في قيمه دخل ايرادات 11000، وادينا ايراد اوراق ماليه مستحقه 3000 في قيمه مركز مالي ماشي معايا اهو، اصول ارصده مدينه اخرى، ايراد اوراق ماليه مستحق. نيجي النقطه الثالثه والاخيره، بيقول ايجار المخزن للغير شهريا 1000 جنيه. احنا بنأجر مخزن للناس في الشهر ب 1000 جنيه. احنا بنأجر يعني احنا بيجينا ايراد فلوس. طب المفروض نقبض منهم كام في السنه؟ تقول لي 1000 في 12 ب 12000. ايوه ده الايجار اللي هو الايراد اللي هناخده ونديه قيمه ايه؟ قيمه دخل ايرادات. تمام، بس هو كاتب لي فوق 15000 ايراد تاجير مخازن للغير، يبقى احنا واخدين زياده عن حجنا مش كده؟ ما انا هجيب اللي يخص السنه. اسمع بقى معايا هنا اهو، الايراد السنوي لتاجير المخازن للغير، الايراد السنوي لتاجير المخازن للغير تساوي 1000 في 12 12000 جنيه، هيروح فين؟ قيمه دخل ايرادات، ده بتاع السنه قيمه دخل ايرادات، ادي قيمه الدخل، ادي الايرادات، ادي 12000 ايراد تاجير مخازن للغير. تقول لي بس في الارصده في 15، ايوه، يبقى احنا واخدين من الناس 3000 جنيه مقدم، مقدم بتوع 3 شهور معايا كده، يبقى ايراد تاجير مخازن للغير مقدما بتساوي 15000 ناقص 12000 بتوع السنه تساوي 3000، دي فلوس احنا واخدينها من الناس مقدم، اللي هي اسمها ايرادات مقدمه او ايرادات محصله مقدما. 3000 جنيه هتروح قيمه مركز مالي خصوم ارصده دائنه اخرى، ادي قيمه مركز مالي خصوم ارصده دائنه اخرى، ايراد تاجير مخازن محصل ايه؟ مقدما 3000 جنيه. جميل، يبقى دي تمرين على الايرادات
وخدنا قبل كده تمرين على الايه مصروفات. هنا بتقول لي قيمه الدخل ده مثال افتراضي، بنفترض ان صافي المبيعات 60,000 جنيه ناقص تكلفه المبيعات 45,000 جنيه هيديني مجمل الربح 15. بعد كده بنطرح المصروفات اللي تخص السنه والاخر نجمع الايرادات اللي تخص السنه خلاص عشان نوصل تحت خالص 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 لصافي الدخل. صافي الدخل اللي هناخده نروح ليه في قائمه المركز المالي نجمعه مع راس المال في حقوق الملكيه. ادي قائمه مركز مالي اصول ارصده مدينه اخرى كذا اهو 3000 ايراده اوراق ماليه مستحق. طب الخصوم تحت ارصده دائنه اخرى ايراد عقار محصل مقدما 2000 وايراد تاجير مخازن محصل مقدما 3000. بكده نكون انهينا الحصه المهمه ماشي اللي هي جرد المصروفات والايرادات. يتبقى لنا حصه يا حصتين على عقد تكوين الشركه، ويبقى محاسبه الترم الاول الصف الثاني كده هتنتهي على خير وسلام ان شاء الله.